السر الوحيد لبناء العضلات وخسارة الدهون في نفس الوقت. السر دوت هو مش سر، هو معروف من زمان، بس للأسف المكتوب في الكتب عكس الكلام دوت. واحنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات انك تقدر تعمل كده عن طريق الأبحاث العلمية وعن طريق الناس اللي تتدرب معايا اونلاين. نبدأ بقى دلوقتي نتكلم على جزئية النيتروجين بالانس. النيتروجين بالانس دوت هو حاجة في جسمك انها بتبدأ تقول خلاص انت هتقدر تزيد حجم عضلي. هو الجسم بيزيد حجم عضلي عن طريق ايه؟ عن طريق حاجتين، او هنقول ثلاث حاجات. اللي انا بتمرن، بالتالي بعمل مايكرو تيرز في الالياف العضلية، يعني هنقول بكل بساطة تقطيع في الألياف العضلية. تاني حاجة اللي أنا برجع أكل بروتين كافي، فبيبدأ الجسم يبعت إشارات البروتين بتحول الجسم الأمينو أسيدز، بعد كده العقل بيبدأ يجيله إشارات ويبدأ يصلح المايكروتيرز في الألياف العضلية. بعدها أثناء النوم بيبدأ يعمل عملية فور ريكفري، فبالتالي أنت بتزيد حجم عضلي. فعشان أنا أبدأ أضبط النيتروجين بالانس عندك، لازم تظبط الثلاث حاجات دول. أول حاجة لازم أتمرن وفي نفس الوقت ما وصلش جسمي لمرحلة البلاتو. يعني أنا بتمرن بحاجه اسمها بروجرس اوفرلودنج، انا دي هشرحها في جزئيه تانية، بس لو انت عارفها تبدا تطبقها. تاني حاجه لازم تظبط نسبه البروتين بتاعتك، ما هو انا مقلل سعراتي. في جزئيه هنا او في علاقه بين تقليل السعرات وكميه البروتين. كل لما انا اقلل سعراتي، كل لما الكارب الطبيعي بيقل معايا، بالتالي هنا جسمي محتاج مصدر للطاقه والعقل محتاج الجلوكوز عشان يتغذى عليه، فبالتالي هيبدا يتجه انه يستخدم جزء من البروتين دوت كمصدر للطاقه. فانا لو انا بحسب مثلا سعراتي اثناء الضخامه، عشان احنا كده بنقول مثلا لو انت بتاكل كالوري مينتيننس اللي هو سعرات الثبات، بنقول لك خد 1.6 ل 2 جرام او 2.4، انت مش محتاج اكتر من كده. انما لو انا بنشف، معناه لما اقلل سعراتي انا بقول لك خد من 2 ل 3. طب ليه انا رفعت الكميه دي؟ لان انا عارف ان هنا هيحصل ان الجسم هيبدا يستخدم جزء من البروتين دوت ويحوله الجلوكوز عشان يستخدمه كمصدر للطاقه، فبتبدا تعلي النسبه دي. فعشان كده تاني حاجه واهم حاجه انك تبدا تستخدم من 2 ل 3 جرام بروتين من وزن جسمك، وانا افضل لو انت مستريح ماديا ترفع ل 2.5 الى 3 جرام وهتشوف نتيجه ممتازه. تالت حاجه معانا اللي هي النوم، لازم تنام من 7 الى 9 ساعات عشان جسمك يعمل الفور ريكفري. ما هو جسمك لو ما عملش فور ريكفري هتدخل في حاجه اسمها الاوفر تريننج، بالتالي هتتجه الى مشاكل صحيه وفي نفس الوقت هتخسر عضلات وهتلاقي جسمك سبت. فلو انت طبقت الثلاث حاجات اللي انا قلت عليهم في الفيديو، نراجعهم بسرعه. اول حاجه انك تمشي برنامج بروجرس اوفرلودنج، ثاني حاجه انك تاخد من 2 ل 3 جرام بروتين، ثالث حاجه انك تنام من 7 الى 9 ساعات. وبالنسبه لجزئيه البروتين، من 2 ل 3 جرام كل لما تقلل الكارب لازم ترفع قصاد نسبه البروتين. في برضه جزئيه انا هعمل عنها فيديو ثاني، جزئيه لما تزود سعراتك من البروتين ما بيتحولش دهون مش بالطريقه اللي انت متخيلها، وبيرفع كمان معدل الحرق بتاعك، برضو هبدا اتكلم عليها في جزء تاني بالابحاث العلميه عشان الناس تبدا تصدق اكتر. بالتالي انا مش عاوزك تحبط خالص انك تقدر تزيد حجم عضلي وفي نفس الوقت تخسر دهون لو انت طبقت الثلاث مبادئ دول. ما تنساش تعمل لصاحبك منشن عشان يبدا يزيد عضلات وفي نفس الوقت يخسر دهون. لو انت استفدت الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير. لو انت على قناه اليوتيوب تقدر تعمل سبسكرايب وتفعل خاصيه الجرس عشان تشوف الفيديوهات القادمه. لو عاوز تسال في اي سؤال سواء في تغذيه او تمرين تقدر تسال تحت في الكومنتات وانا ارد عليك في رعاية الله. السلام عليكم.